كابتن محمد ابو تريكه، كل سنه وحضرتك طيب. ربنا يخليك يا كمان، وبشكركم وبشكر قناه النادي على المجهود الكبير ده، وبشكر الناس على المسانده الاخيره، وبشكر جمهور النادي الاهلي، وكل سنه وانت طيب يعني، متشكرين جدا. النهارده يوم مش عادي بالنسبه لكل الاهلاويه، اكيد انت عايز تقول حاجه مهمه وعايز تقول رساله لجمهور النادي الاهلي، جمهور العزيز عليك وجمهور اللي بيحبك وجمهور اللي بيساندك وجمهور اللي عمره ما هينسى ابو تريكه ومساهماته في الانتصارات وفي البطولات وباخلاقياته قبل فنياته، تقول ايه النهارده يا كابتن؟ هقول لهم طبعا يعني انا متشكر جدا جدا، ومهما يكن مهما قدمت ومهما قدمت قبل كده ومهما ان شاء الله اقدم في المستقبل، واحد مش هيقدر يوفي بالحب الناس ده، وحب الناس ده نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى، يعتبر من اهم النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبها لي، واتمنى ان انا احافظ عليه. وفي نفس الوقت يعني دايما الانسان بيبقى محتاج او بيبان المعدن الناس الوصله في وقت اللي انت تحتاج فيه الناس، فالحمد لله يعني الفتره الاخيره كانت بالنسبه لي فتره مهمه بالنسبه لي، مش صعبه بقدر ما هي على المستوى الفني، بقدر ما هي على المستوى الشخصي والاجتماعي، بيبين شخصيات وبيبين معدن الناس، فده حاجه بشكر الناس عليها. في نفس الوقت الانسان بدون الناس ما يسواش حاجه يعني، فطبعا انا بشكرهم على المسانده، وده يعني طبعا يعني دين في رقبتي. وفي نفس الوقت انا يعني زي ما بقولت قبل كده وبقول ان الحاجه اللي بتبقى بعد كرة القدم وبعد الاسامات وبعد البطولات بتبقى طبعا السمعه الكويسه والسيره الكويسه، اتمنى ان انا احافظ على السيره دي والسمعه دي والاخلاق، برغم المتغيرات اللي موجوده في عالم الكوره ورغم المتغيرات في الوسط الرياضي، انما دايما الحب والاخلاق هي اللي بتفضل مهما يكن الموجه بتبقى عاليه، انما الاخلاق والحاجه الكويسه دايما بتقف قدام كل حاجه مش كويسه. في نفس الوقت الانسان الحمد لله دايما يكون صادق مع نفسه، صادق مع الاخرين، وصادق مع الناس، ودايما زي ما بقول الحياه طاغيه على الناس، انما والماديات طاغيه على الناس، انما المشاعر والحب ده قليل قوي في المجتمع حاليا، انما هو الباقي وهي الحاجه الكويسه اللي موجوده حاليا. احتفاء قناه النادي الاهلي بيك النهارده وبعيد ميلادك ومشاركه الجهاز الفني واصرار كل زمايلك على المشاركه النهارده في عيد ميلاد حضرتك، ده يمثل ايه بالنسبه لابو تريكه في هذه الفتره بالذات؟ لا يعني الحمد لله يعني الواحد دايما بيعامل الناس بحب وبيعامل الناس باحترام، فدايما الحمد لله عامل الناس كما يحب ان يعاملوك، فده حاجه كويسه بشكر بها طبعا الكابتن حسام وجهاز الكابتن ناجي وكابتن علاء وكابتن محمد يوسف وكابتن ابو العيله وكل الناس الموجوده والجهاز الطبي والناس، حتى كابتن هادي طبعا كابتن هادي كان من الناس السابقين اللي هو احتفل معايا طبعا باحتفال خاص بعيد ميلادي، ما حضرش النهارده لظروف خاصه بالنسبه له، فاحنا ملتمسين العذر يعني. سبق هذا الاحتفال ان هو احتفل يعني طبعا الكابتن هادي باكن له كل احترام، وهو له مكانه عندي خاصه طبعا، يعني مش عاوز انسى حد، الناس اللي عملت اللبس وكل الناس الموجوده، حتى الناس اللي يعني حتى الناس الصحفيين بشكرهم عليها طبعا، اللي بيغطوا النادي الاهلي، قناه النادي ده حاجه كبيره بالنسبه لي وحاجه سعيد انا بيها جدا جدا، وفي نفس الوقت ده مناسبه كويسه ان انا اوجه الشكر للناس اللي زي ما بقول لحضرتك استاذ جمال في بدايه الكلام، ان انا دايما الناس بتبان في وقت الشده ووقت اللي انت اللي في احتياج ليه، فالحمد لله يعني انا بشكر الناس. وفي نفس يعني نعم انا ما بحتفلش خالص بعيد ميلادي ولا بعيد ميلاد اولادي هي مره واحده بس عيد ميلاد بنتي رقيه، فالحاجات اللي انا ما بحتفلش بيها، انما انا سعيد جدا اول مره يمكن على كبر ان انا اكون موجود. ربنا يديك طول العمر. احنا بنحتفل بعيد ميلادك النهارده في وقت الكابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي بيقول ان ابو تريكه وبركات وائل جمعه كنوز لا يمكن التفريط فيها، ده يمثل ايه بالنسبه لحضرتك؟ طبعا بالنسبه يعني حاجه كبيره بالنسبه لي طبعا، الكابتن حسام يعني بقى لي مثلا من ساعه ما جيت النادي وهو كان متواجد في الجهاز، هو دلوقتي المدير الفني، دايما بيبقى تلاقي دعم وتلاقي مسانده بالنسبه له لاي لعيب، والحمد لله يعني الفتره الاخيره اي نعم بعد الخروج الافريقي كان في هجوم مش علينا بس وعلى كابتن حسام، انما هو قدر ان هو يتصدى للنقد ده والهجوم ده، في نفس الوقت يحسب له ان هو بعد ماتشين بعد الخروج من الترجي قابل فرقتين من الفرق الكبيره في الدوري انبي وبتروجيت، وقدر ان هو يخرج بالست نقاط، فدي حاجه تحسب للجهاز الفني وتحسب للعيبه، ان دايما الكبير يقاس
بعد الكبوات، فالحمد لله قدر يبرهن ان هو بالفرقه باللعيبه الموجودين الحمد لله قدرنا نعدي الكبوه دي. واتمنى ان شاء الله احنا داخلين على مرحله مهمه، اتمنى ان يبقى ان شاء الله في مسانده وفي دعم وفي ثقه، لان احنا قادرين ان احنا ان شاء الله نحافظ على بطوله الدوري ان شاء الله. يعني مش زعلان من الناس اللي انتقدت ابو تريكه في الفتره اللي فاتت؟ لا انا ما انت تعرف الوسط يا استاذ جمال، الوسط دايما انت شخصيه عامه لازم تتحمل النقد، والناس دايما بيبقى عندها عشم فيك، ودايما الناس بيبقى مستنيه منك الافضل، فلما طبعا مستواك يقل شويه فلازم الانسان دايما يتعرض زي ما بقول لك، زي ما انت بتعمل حاجه كويسه الناس بتجامله مش بتبرزها بحاجه كويسه، ودايما انت دايما بتبقى في انخفاض مستوى ولا في ده وضع طبيعي، الوضع الطبيعي ان انت تنتقد، والوضع الطبيعي ان انت تحاول تجتهد وتحاول تشوف الاسباب الحقيقيه اللي وراء انخفاض المستوى تذبذب المستوى وتقدر تعالجها. لكن النقد ما بيأثرش بالنسبه لك؟ لا هو النقد اللي زي ما بقول لك اي واحد معرض للنقد، ودايما الانسان اللي معرض للنقد دايما يعني بيستفيد منه. بس هو تريكا ليه رصيد عالي عند الناس؟ لا دايما الحياه الكره زي يعني انا واخد مقوله الخواجه كان بيقولها لي على طول. خواجه اللي هو مانويل جوزيه. انا بسميها خواجه دايما يقول لي الحياه لحظتها او الكره لحظتها، الكره لحظه ما انت عايش فيها، ما انت متواجد حاليا. الناس بتنسى الماضي وانت ما بتعيش على الماضي، لان الماضي دايما بيبقى ذكريات، انما كان يقول لك هو الماضي ده تحطه في المتحف. المتحف الناس دايما عاوزه الحاجه الجديده، عاوزه الجديد، عاوزه مستنيه من كل واحد انه يقدم حاجات جديده. فانت الحمد لله يعني الحوار اللي دايما ما بين نفسك انت هتقدم من الناس جديد. في ممكن يبقى النقد ده تحدي كبير بالنسبه لك، تحدي قوي، وفي نفس الوقت الدافع ليك ان انت تجتهد وتشوف ايه الاسباب وتحاول تعالجها. ودايما زي ما بقول لك ان هي يعني احلى حاجه ان انت بتكشف معدن الناس. نفسي احبك حب تاني 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 تاني، حب فيه كل المعاني، حبي يخلي غرورك يعلى يعلى يعلى، ويخليك يا حبيبي أناني. علشان يومك فكر تبعد أو تنساني، ما تلاقيش اللي انت لقيته ترجع تاني. علشان يومك فكر تبعد أو تنساني، ما تلاقيش اللي انت لقيته ترجع تاني. نفسي أحبك حب تاني، حب فيه كل المعاني، حب فيه كل المعاني. على المستوى الشخصي مش زعلان من القلة اللي انتقدت أبو تريكة الفترة؟ لا 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 أنا زعلان، الناس بشغلها والناس هي بتقول رأيها بتعبر عن وجهة نظرها، إنما وجهة نظر ممكن تقال بأسلوب كويس، ممكن وجهة نظر تقال بأسلوب خان صاحبها فيها التعبير، إنما كله دام أنت زي ما بقول شخصية عامة وشغال في وسط رياضي أنت، فأنت معرض للنقد، معرض للناس تبرزك بحاجة كويسة، تعمل حاجة كويسة الناس تبرزها. زي ما الناس صناعة النجم دي الإعلام طبعا والنقاد لها دور كبير فيها، فزي ما الناس أبرزتك لما كنت كويس فدايما لازم تتحمل لما تبقى مش على المستوى اللي الناس، أنا أعتقد إنه ده عشم، وفي نفس الوقت الناس شافت حاجة كويسة فعاوزة تقرر الحاجة دي، أو عاوزة إن دايما الحاجة دي تبقى على المستوى اللي هي في أذهان الناس. فيعني نعم بتبقى زعلان شوية، انما في نفس الوقت بيبقى دافع ليك وبتقعد تشوف الاسباب اللي وصلت ليه. بس الحقيقه قبل ما التقي بيك هنا كان في اكثر من اتصال من اخوه في فلسطين وحملوني رساله ان انقلها ليك. انا عايزك توجه لهم كلمه وهم بيحتفلوا بعيد ميلادك دلوقتي، قالوا لي لازم تبلغ الرساله دي للكابتن ابو تريكه. هتقول لهم ايه في مزايا؟ طبعا انا سعيد جدا، انا اول مره اعرف ان انا سعيد جدا جدا جدا. في نفس الوقت القضية الفلسطينية مش عشان هي قضية، دايما القضية الأولى للعالم الإسلامي والعالم العربي في أذهان الناس،
وطول ما الواحد مهما واحد يتكلم مش هيقدر يوفي حقهم، والواحد مقصر ده في حقهم. في نفس الوقت انا يعني كان رمزي صالح اتصل بيا وبعت لي كذا رساله وبيقول لي كل سنه طيب، فدي حاجه كويسه طبعا بشكره عليها. الناس اللي بشكر الناس الاخوه الفلسطينيين، ودايما ان شاء الله ان يبقى العيد الميلاد القادم ان شاء الله يكون فلسطين محرره ان شاء الله، المسجد الاقصى موجود معنا ان شاء الله. مش عايزين نطول عليك في الحوار، بس في كم نقطه لازم نرد عليهم معذره. كان في كم حاجه كده اثيرت في الصحف الفتره اللي فاتت، زي ابو تريكه بيفكر في الاعتزال الدولي، واعرف ان في حوار دار بينك وبين الكابتن حسن شحاته في فرح نجل الكابتن شوقي غريب، فكنا عايزين الامور دي تبقى واضحه بالنسبه للناس وجمهور النادي الاهلي والجمهور المصري كله. لا انا ما حصلش قبل كده، ما حصلش الكلام ده، وما ادلتش لاي حد ان انا اعتزل الدولي. في نفس الوقت انا زي ما بقول ان تربطنا علاقه قويه جدا بالكابتن حسن. كابتن حسن من الناس اللي كانوا اول مساندين ليا، وبالجهاز الفني كابتن شوقي وكابتن حماده وكابتن احمد سليمان، حتى بالجهاز كله بتاع المنتخب في مسانده وفي ثقه متبادله ما بينه وما بين الجهاز الفني. وانا عمري ما اتكلمت، ما قلتش مع الكلام ده. كابتن حسن هو اللي قلق من الكلام، هو فاتحني في الموضوع، ف طبعا هو كان قلقان. فانا قلت له انا ما حصلش الكلام ده، وطول ما انا الحمد لله انا الادرى، او ممكن دايما التيشيرت، انا اصلا حسيت بالمعاناه دي في الترسانه، ان التيشيرت المنتخب تيشيرت له بريق خاص، له حاجه خاصه. مش بقول ده عشان انا لبست تيشيرت المنتخب، لا، اي حد هيجي في المنتخب ويلبس تيشيرت المنتخب له رونق خاص وله مذاق خاص، وحتى ككل المنتخب واسره طبعاً المنتخب. تمثيل منتخب بلدك مسؤوليه كبيره. مسؤوليه كبيره، وفي نفس الوقت يعني الحمد لله الواحد لسه عنده اهداف ان هو يحققها، اهداف المستوى الدولي ومستوى النادي ان شاء الله. طول ما الواحد قادر، طول ما الواحد بيجتهد، وطول ما الواحد الحمد لله يكفي